طيب دلوقتي جه ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم يعني نتعامل بها في هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك، شهر رمضان. مش بس كمان تعامل، لا، ونتقرب بها إلى ربنا في شهر رمضان. والنهاردة التقرير بعنوان باب التوبة مفتوح. تعالوا نشوف التقرير. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا عندنا ذنوب، وكلنا نفسنا نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيفرح جداً برجوعنا ويفرح جداً بتوبتنا. بس المهم، هل أنا أعرف الطريق الصح؟ هل أنا قلبي دلوقتي واعي ومدرك إني أنا خلاص كبرت ووعيت وعرفت ولازم أقف على الطريق الصح؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي، ودي بشرى حلوة جدا لكل الناس اللي خايفة ترجع لربنا ومعتقدة إنها مهما تعمل ذنوب دي حاجة يعني تخليها تعرقل طريقها مع ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقولك بشرى حلوة قوي قالها ربنا على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، لما قال: يا ابن آدم، إنك ما إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. مهما تكون ذنوبك، مهما تكون ذنوبك، اوعى تيأس من رحمة ربنا أبدا. مهما تكون عيوبك، اعرف ان ربنا عنده البحر اللي بتغتسل فيه، عنده البحر اللي يطلعك منه ابيض كما ولدتك امك بالضبط. وكمان عايز اقول حاجه مهمه جدا، وهي ان اللي بيعمل عبادات كتير ما يغطرش قوي ولو شاف حد غيره انه هو مقصر. خد بالك، كلنا محتاجين ان احنا ربنا يقف جنبنا. ازاي؟ سيدنا ابو بكر لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال له أنت من المبشرين بالجنة، كان المفترض ممكن خلاص أنا خلاص ضمنت الجنة وعملت اللي عليا وكده كده سيدنا النبي مش هيرجع في كلامه والموضوع انتهى. هما سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ قال والله لا آمن مكر الله أبدا، أنا ما أقدرش أآمن حتى سيدنا أبو بكر إمتى؟ قال حتى وإن كانت إحدى قدماي في الجنة. يعني لو كانت رجلي في الجنة ورجلي بره أنا لسه برضو هلتزم وأعمل اللي عليا. لازم كلنا نعرف إن باب ربنا كبير جداً وباب التوبة مفتوح على مصراعيه. المهم إني أنا أروح لربنا، المهم إن أنا قلبي يبقى عايز ربنا، وهتلاقي اللي يجبر خاطرك ويصر قلبك. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.